مساء الخير، مساء الفل والياسمين على جميع المتابعين والمشاهدين اللي يتفرجوا فينا الان في الحين في حصه تسويعه لايف، الحصه اللي تجيكم دائما هذا الوقت مع وقت القهوه، نجيبوكم معلومات رائعه ومفيده ان شاء الله نقدروا نفيدوا بها جميع الناس اللي تتفرج فينا الان. اليوم راني توجور مع زميلتي واختي نيفين حرمات المتالقه، مرحبا بك. مساء الخير عليك كريم، ومساء الخير على كامل ليكيب تكنيك، ومساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من تسويعه لايف على قناتكم المفضله شروق تي في. اليوم مواضيع ان شاء الله يعجبوكم، على بالي راه الشتاء والبرد، حطوا داك الشوب سخون تاع القهوه، حطوا مع باش انا كاطو سخون، وتفرجوا على المعلومات تاعنا وبعدوا تيليكوموند ما تزابيوش باسكو حيكونوا معلومات بزاف شابين ان شاء الله. تقدروا تصلوا بنا وتفعلوا معنا الرقم الظاهر اسفل الشاشه 023 70 93 64، رانا هنا 64 64 انا هنا طلت هاد السويعه نستنى في اتصالاتكم انا وزميلي كريم بوباكور. بيان سور بيان سور دائما، وشوف هو على بالي بلي تلاقينا بزاف رسائل وانكم تقولوا لنا رانا نعيطوا لكم ماكمش ترفدوا علينا هاد اليامات ماكمش تستقبلوا بزاف اتصالات. اليوم رايحين نستقبلوا يعني نديروا اكسبسيون شويه، نستقبلوا اكثر من ثلاث اتصالات او اربع اتصالات، نقدروا نحاولوا نستقبلوا اكثر اتصالات اللي نقدروا عليها باش نتفاعلوا معكم ونعرفوا ارائكم، خاصه انه اليوم يعني انا الموضوع اللي جبته ونيفين اللي جبته ماشي كيف كيف، انا اليوم عندي ثقافه عامه، يعني عندي ثقافة عامة وراح نسيي نعطيكم بزاف معلومات اللي كما نقولوا مليحة الإنسان يعرفها. ونستقبلوا اتصال نيفيل بيان سور، نستقبلوا اتصال. يلا الو، مساء الخير. ألو مساء النور، واش راكي لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. ارفعي شوية من صوتك باش نسمعك. وي السلام عليكم. شوفي السلام. على بالنا تسكني في عين طايا بصح الاسم ليديا. ليديا من عين طايا، مرحبا بك ليديا، مرحبا بناس عين طايا، رفعوني شويه من الصوت باش نسمعها. واش راكي شوم ناس عين طايا؟ والله غير لاباس الحمد لله، وانتوما؟ والله غير بخير. راكي تهضري بالعقل، راكي في الدار تحت لاكوات مع الشتاء؟ والله ما تحت لاكوات، غير راني مع الكاطو. راكي مع الكاطو سي بيان. واش راكي ديري كاطو قولي لي؟ درت شويه بريوش. بريوش مع هاد البرد والقهوه حليب سخونه. الله الله يا كريم راك تسمع. وشنو البريوش؟ بريوش بريوش. هلا كاطو ولا خبز؟ كيفاش راكي ديري فيه قولي له؟ حديري بالشوكولا ولا واش حديري له؟ هكاك شوكولا بالمعجون. بالشوكولا والمعجون. ايا طري بيان طري بيان. عباك قلتي الكلمه هكا وحاب يحبس ويديماري العين طايا دوك. يعني البريوش يندار بزاف في رمضان. انا يديرو يسقهوا به كريم. اه يديرو رمضان، جبنا حابين نجيبو ريحه رمضان. اه اوكي، تسمى راكي نديرو بث تجريبي الان. ايوه انا ما فا. صح. قولي لنا ليديا، انت يا مكيتها بالبيت؟ ايوه صح. انا زعما كيما نقولوا منشط حصه تاع سويعه لايف، نحب نعرف يعني امراه مكيتها بالبيت في بالبيت وشنو هما يعني المواضيع اللي يهموها واللي تحب هي تعرفهم كيما نقولوا يعني باسكو حنا نجيبوا بزاف مجالات تاع مواضيع، دونك ماذا بيا انت تعطيني هكاك المجال اللي تحبي تعرفي عليه بزاف مواضيع كمكيتها بالبيت. ليديا صعبتها عليك شويه. لا 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 ليديا، مواضيع اللي تحبي تعرفيها كما كيفاه في البيت. فهمت برك. بس كريم عنده حاجه يحب يصعب الاسئله. تفضلي. شو النظام مثلا تنوضي الصباح دير بروجرام الروتينات كيفاش الروتين الماكيته في البيت؟ ايوه الروتين اليومي. ماكيش حابه تتعلمي هذه كيفاش يعني طمي الدراهم بالعقل بلا ما تحسين بعد الدراهم ما كيكثروا؟ لا داخله في النظام هذه ليديا، شغل كاين دي ميثود كيف انا تلاقيت بزاف يعني مقالات وتجارب وين كيفاش المراه الماكثه بالبيت تقدر تطم دراهم بلا ما يعني بلا ما تحس راح من بعد عام تلقى عندها ينصوم مليحه يعني. لا نورمال، كاين حق روح البابايط يعني نورمال. ايوه الله يخليك ربي يخليه لك ان شاء الله ويشده لك وربي يحفظه لك ان شاء الله. ان شاء الله اجمعين. شكرا لك، شكرا لك على خير وسلمينا على راسك نتاعك مش نتايا. انت زاده. شكرا شكرا شكرا.
كريم قبل ما تخرج تاعك بارلون دو الدراهم وبارلون كيفاش تو زوك راه جاي رمضان. عطيتي ثاني البابا كيعطيك ولا؟ لا لا انا ما نعيطش البابا. ما نعيطش البابا. قلت لك ديجا كي نحب نحضر ماما ديراكتومون ربي يخليها لي ان شاء الله. ربي يخليها لك. راح ديراكتومون. تحيه ليها كبيره ان شاء الله. قلت لك كريم كاين تكنيك اللي راهم يديروها وراني نشوف فيها بزاف لي ريزو راهي دايره حالها كريم. شتي كون درتيها موضوع مليح. اني ولا جوستومون حنهضر فيها كريم سورتو البنات ولا النساء اللي ما كيتات في البيت راهو قريب رمضان ان شاء الله كل وحده تحب تشري سيرفيس وحده تحب تشري طابليه وحده تحب تشري نابخون ولا كل وحده واش تشري النساء معروفين بهاد الاشياء في رمضان قبل رمضان كريم دونك اوليو ما تروحي لراجلك ولا لبابك ولا يعيبك ويهبلوك احكمي تشحيحه ايه راك معايا في لي لا راني معاك راني معاك احكمي تشحيحه ايه ديري ورقه ديجا على باز احكمي ورقه ديري فيها 1000 2000 3000 هكا دي كاز قسميهم 1000 2000 3000 4000 حتى تلحقي ما بايش انا شحال البخي لتحتها زعما انت شكون شحال تكوني دايره الهدف اللي كي حابه تلحقي ليه هاك شايف كريم وكل واحد باش يبدا كاين اللي يبدا ب 500 حتى ل 100000 ل 200000 500 شهر 5 دينار 500 500 500 500 500000 500 بياسه ايه 5 دينار ايه 5 دينار بياسه 5 دينار حتى تلحقي زعما كي دايره بخي انت هذه زعما كي حابه تطمي 5 ملايين في الشهر ولا 2 ملايين ولا 3 ملايين في الشهر بزاف نيفين كاين باسكو انا نقول كل يوم ترمي ترمي اليوم 3000 غدوه ترمي 3000 ومن بعد زعما تلحق 5 ملايين يقول لك ترمي مينيموم ترمي في النهار ترمي 150 170 وين وا 180 باش تلحق 5 ملايين في الشهر عطيتها اكزومبل انا كريم قلت تقدري تبداي من 500 كيما تقدري من 2000 دوك كل واحد شحال لاصمه ودايره اه هما هي المعدل شوفي المعدل يعني يقدر يكونوا في 800 600 في الشهر هي دابخي لاصوم اللي راهي محددتها زعما محدده 5 ملايين ترمي من نهار الاول ما تبداش ب 1000 راه كيما قلنا بصح شوفي ترمي ب 10000 ب 20000 تبدا بها على بالكي باللي انت لما انسان يكون يدس دراهم يعني من الصرف ماشي من يعني هكا دي سون باينين نهار اللي يفوت شهر وتروح تسيب عندك نقولوا 800000 ولا 600000 على بالك هذيك شغل تحس لها باللي شغل مين جاتك شغل فوالا ما نحيت من روحك صوالح وراك صرت جوستومون كريم وانا واش راني نقول هذيك الطريقه اللي نقول عليها باسكو هذه الورقه اللي نحكي عليها انايا وديروا دي كاز وديروا فيها لي نيميرو شحال هذيك واش حيديروها كريم يلصقوها في التشحيحه زعما هذه التشحيحه يلصقوها منا زعما نهار اللي نرمي 1000 راك نكوشي 100000 راك نهار اللي نرمي 2000 نكوشي 100000 باش نعرف روحي دراهمي وين نرمي روحو وين راني نحطهم وفاش راهم كاينين وكي نحب نزيد نرمي 1000 راك زيد ارمي 1000 راك زيد ديرها من تحتها 1000 راك بلس 1 ولا 1000 راك بلس 2 ولا في تحتها تاع الورقه تزيد تكتبها كريم المهم الصرف هذا مصرف 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 مانيش نقول لك انا ارمي 100000 ولا ارمي 200000 بال 500 بال 1000 راك في تشحيحه وديري ورقه في ظهر تشحيحه ومن بعد نجيب لكم تشحيحه وندير له فيها ورقه باش تفهموا اكثر واش راني نقول وهكا تبداو تطموا دراهم ما تعيوا راسكم ما دومونديو ما تهبلوا ما يهبلوكم يكسروا لكم راسكم اوكي واش رايك لو كان نشوفوا اتصال اخر مادام وعدناهم نستقبلوا اتصالات كثير انا خاصني اتصال فيه لينيرجي شويه يلا نستقبلوا يعني ليديا كانت شويه ثقيله هكا حبينا في البريوش كاين يدير في البريوش خاصنا وحده شكون تكون هكا خفيفه وكاع دوك نشوفوا مازال دوك نشوفوا مع الفريق تاعنا يشوفوا الا كاين اتصال بيد ما فوالا بيد ما يلحق الاتصال نيفين يلا نستقبلوا الاتصال هاي الحق الو السلام عليكم الو وي السلام عليكم كي راكم معايا لاباس لاباس غايه وشكون معنا من اين تتصلي بنا مريم من وهران واه مريم مين وهران 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 مريم من وهران مريم قولي لي الحاجه الاولى يا ترى النور يطيح ولا كيما احنا تاني النوم لا حبست اليوم عباك احنا النور دايره حاله واضح حاله حبست اليوم ياك دوك تزيد تعاود تولي تولي تاعي مغيمه واه تري بيان مغيمه وصاحيه شو والبيبي اللي راح داك هذاك شكون ولدي الله يبارك واسمه اسمه اياد شتي من اسمعنا ما شاء الله ربي يحفظه لك ان شاء الله ويخليه لك الله يسلمك الله يسلمك واش راه يدير اياد باسكو فيك راه يسمع فيه كريم واش راه يداو يهبل فيك لا لا الله يبارك وداير حاله اياد مشارك شوي على لايف واش المواضيع اللي تحبي تشوفيها واش المواضيع اللي تهمك انتيا عرفت كي علاش حيط سمعتكم تهضروا على اللي لما يدس دراهم يا درا انت ما تعيطيش بابا كيعطيك ولا لا لا انا ما نعرفش كاع ندس نهائيا ياك ايوا جيبك متقوب ياك يدك ماشي ليك والله ما والله مالي يا ما
الشارع غالي وكاع والله ما تعرفي تدفي كي تجيبيهم يروحوا يروحوا المعيشة راهي غالية على بالنا. صح صح هي على بالنا بلي المعيشة راهي غالية اي تو مي ابخي ما زعما ما تخبيش كاع. لا هي القصد باش نفهمك، هي القصد زعما كيمين زعما تروح زعما نقولوا عندك 20000 ياك 200 دينار 200 دينار وما تروح تشري الخبز وتشري يبقى لك هذيك 1005 زعما 15 دينار 1100 دولار هاكي فاهمه هذيك ال 1100 دولار تحطيها في صاي شغل ما تدخليهاش ما تدخليهاش مع الدراهم الاخرين دونك هذوك ال 1000 2000 3000 5000 مين داك هكا عباكي بعد شهر تبي روحك. درتها درتها خطره والله لقيتها وقت الشده. لقيتيها في وقت الشده والله لقيتها. صح صح هذه هذه الفكره اللي كنا حابين. صح حقيت دواء ولقيتها الحمد لله يا ربي اللي لقيتها مال عاودي ولي ليها هاو جاي رمضان تحقي سيرفيس تحقي طوال سيغي تحقي نابخون تحقي كش حاجه ديول باش ديري بولي هكا كي تعرفي داك هو رانا نخدموا على كرشنا. واه صح قولي لنا بون قبل ما نختموا معاك حنا رانا نديروا بزاف مواضيع والحاجه اللي تهمنا بزاف حنا في سويعه لايف نحبوا نعرفوا الراي تاع المشاهدين تاعنا ونحبوا نعرفوا المجالات اللي يتبعوها خاصه يعني العنصر النسوي كبير بزاف اللي تبعنا في الحصه ماذا بينا يعني احنا لما نديروا مواضيع نفيدوهم ب. واه انا زعما انا من جهتي انا راني نحكي على روحي كل واحد وش يتبع كاين مرا فيها فيس تاع قش فيس تاع هاكا انا فيها زعما نتبع الغلاط على تاع الماكله نشوف روح نشوف هذيك شو زادوا فيها شو زادوا فيها شو زادوا فيها تنصبنا غير من الذب هذا كون قريتي كون طابله على بالك تخرج عليك اكزاكتومون والله خلاص نسيو نبحثوا مليح على موضوع تاع الغلاء المعيشه وكيفاش القدره الشرائيه كيفاش نسيو عيطت لكم نهار اللي وينتا كان معاكم هذاك السوري كريم كريم زميل تاعنا واه كريم زميل تاعنا يخدم معنا بغيت نقول لها خويا يا خويا على دوك الحواضر انا ما ندخلهم ليش في التلفزيون الحواضر ايه الحواضر الفطور ايه الفطوري والله انا كان لقينا نبعث لكم كاع كيما راكم كامل نبعث لكم شي خساره فيكم مريم اختي الله يبارك شغل قولي لي في القهوه واش ديروا في القهوه؟ القهوه كل خطره كيفاش خطره حرشه خطره مبسس خطره كحك الكعك إيه الكعك هادي هنا ما يعرفوش الكعك خطرة سفنج كل خطرة وكيفاش واه واه نشكرك على كل حال الاتصال تاعك شكرا نورتينا باتصالك تهلاو في رواحكم بسلامة وبون فات ميفين ميرسي بون فات مريم تعيشي يسلمك سمعي كامل نسى تاع وانا تلاقي بيه وعطيك ميفين بون فات الله يسلمك ميرسي صحة سلامة الى اللقاء دونك شوفي مريم ما تفكرت قالت لك بون فيت انا عندي واحد لا كيسيون نيفين اللي دائما هكا تجيني ملي كنت صغير يعني دائما في 8 مارس النساء ما يخدموش نص نهار والنساء اللي ما كاين بالبيت زعما اللي مريحين في البيت يديروا يخرجوا ما يخدموش يعني شغل مغلوق الكوزينه اوف هذاك النهار ما يخدموش هذاك النهار تخدمي 8 مارس خدمت عام اللي فات الو شوف هذا العام ماني خدمت انا ان شاء الله نديروا عدد متميز نهار 8 مارس ويكون كما يقولوا يكون هذاك النهار ما يخرجش فيا كريم ما يخرجش فيا كريم هذاك النهار انا؟ لا امبوسيبل مستحيل انا مانيش خارج فيك انا برك انت كديري فيا الدعايات اذا نذكروا بالمواضيع تاعنا نيفين قبل ما يحقق لنا جاتني ايدي وحده اخرى كيفاش يخبيوا دراهم كريم يلا قوليها لانه راح يلحق الاذان راح يلحق الاذان بون نقولها فيت في كاين واش يديروا كريم كي تلحق لهم لابي يبدو لابي يقسموها في دي زونفلوب هذه نخلص بها تريسيتي هذه نشري بها دواء هذه نشري بها شوفي نيبي واش رايك واش دينا غدوه ولا غير غدوه موضوع على هاد الامور ونجيبوها وانا نقول لكم مشاهدينا الكرام حان الان موعد صلاه العصر لنستمع جميعا الى اذان الحق تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب أمين يا رب العالمين إن شاء الله الدعاء كل يوم رانا كي نقول لهم يدعوا لنا باش تطيح راهي الله يبارك اليوم في العاصمة كل يوم ما شاء الله كريم في بزاف المناطق يعني الجزائرية كان يعني الغيث مليح وحاجة مليحة وإن شاء الله نتخلصوا من هذاك الأيام تاع اللي كنا داخلين على جفاف وإن شاء الله يا ربي يرزقنا بال يعني الغيث النافع إذا نرجعوا نبدأ مباشرة أنا ونيفين
نيفين انا نبدا الموضوع تاعي. انا ماذا بيا تبدا انت؟ واه على بالي نيفين دخلتي هنا عندي فكره من عندي فكره خلطتيها لنا شغل ما عرفناش كاع واش وجدت لي موضوع. المهم موضوع تاعي انا بعيد كامل على واش كنا نهضر. واه على بالي. المهم كما قلت لكم مشاهدينا الكرام الثقافه العامه في كاع الشعوب يعني مليح لما تكون عندهم ثقافه عامه، يمكن انها تكون معلومات بسيطه ومعلومات خفيفه ومعلومات يعني ماهوش حاجه اللي زعما كيما نقولوا لازم الانسان يعرفها، ولكن الثقافه العامه مليحه للانسان لما يكون يتحاور مع ناس، لما خاصه الاطفال الصغار مليح لهم يعني يطلعوا على الثقافات والثقافه العامه حاجه مليحه، لانه الثقافات العامه راح تزيد في الوعي تاع الطفل وتزيد له تخليه يكتشف عوالم جديده بالنسبه ليه. دونك انا عندي نيفين عندي بزاف راك تشوفي ياك عندي بزاف معلومات عندي بزاف. واش رايك كان نروحوا نقولوا معلومات عامه حول الجغرافيا؟ يلا صح. لازم لكم كما نقولوا الناس اللي تتفرج فينا الان يعني بالك اطفال صغار ولا تلاميذ، انا هذا الروبريك درتها لهم ليهم لانهم يحتاجوا لهذه المعلومات. يلا كريم يلا ابدا لنا معلومات في الجغرافيا معلومات عامه. صح دائما يعني فصل الشتاء ويجي فصل الصيف، وكيجي فصل الشتاء العالم يشهد يعني درجات الحراره بارده، وفي نفس الشيء يشهد العالم درجات حراره في الصيف عاليه. عاليه بزاف. اوكي لو كان نروحوا الى اقصى درجه حراره سجلت في تاريخ البشريه. بون في تاريخ البشريه من نهار اللي بداوا يقدروا يعرفوا درجه الحراره، تما ما عندناش قديما قديما نقولوا 1000 عام للور اذا فاتت على هذا الاخر ولا لا، نهضروا على من نهار اللي بدينا نحسبوا درجات الحراره. كاين سجلت منطقه في ليبيا العزيزيه التي تقع في اعالي ليبيا درجه الحراره يعني بلغت ب 57.8 درجه مئويه في 13 من ايلول عام 1922 وفقا لمرصد الارض التابع لناسا. اوكي زعما تسمى 57.8 درجة مئوية. شنو هذا؟ نقولوا 58 درجة. تخيلي شتي نهار اللي يجي 40 درجة؟ تخيلي 40 تلحق 30 هنا نتغمو. ماشي تغمو سخانة كيفاهمو؟ نتغمو سخانة. 40 في لا كاتاستروف 40 سخانة تقتل. تخيلوها 58 في العزيزية في ليبيا. ربي كان معاهم. هذه يعني 58 هذه اعلى درجه سجلت في كوكب الارض. واش رايك لو كان نشوفوا اقصى درجه؟ اقصى درجه نقول ماشي اقصى درجه في السخانه في البرد. في البرد. جو دوفين هكا وي دوفيني بلاك نقول واحد يا خم واحد موان 5 موان 17 موان 16 موان 20 وعلى بالي كندا غير كندا دائما كندا وروسيا يوصلوا 120 20 تحت الصفر. شحال هذه؟ صح شوفوا كاين منطقه تسمى انتاركتيكا. انتاركتيكا سجلت فيها ادنى درجات حراره على كوكب الارض حيث وصلت درجه الحراره الى 89.2 تحت الصفر. 89 تحت الصفر؟ نعم جمدو نقدروا نقولوا 90 جمدو درجه صفر. هي شوفي نيفين واحد صح جمدو تحت الصفر هذا يعني جايك واحد تحت الصفر خلاص راك دخلت في الجمود. واش انا نقول لك هذا تخيلي 90 درجه تحت الصفر يعني برد شديد ماشي تجمد تموت يعني ما وكيفاش كانوا سجلت هذه ادنى درجه اللي سجلت في درجه الحراره في كوكب الارض ما باليش هي عباكي وين اسمها انتاركتيكا 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 يعني انتاركتيكا سجلت في 1983 في محطة فوستوك في روسيا تعتبر كما نقولوا هذه المنطقة هي أدنى درجة سجلت في تاريخ الكرة الأرضية من تدني الحرارة. بزاف تقدري مش سيبوت أنا البرد هذا يا ربي احنا احنا الجزائريين نيفين احنا الجزائريين يعني معروف علينا انه ما سيبورتوش بزاف البرد سخانه سيبورتوها نورمال بصح البرد ما سيبورتوهاش عكس يعني الناس اللي بحكم انهم عاشوا في المناطق البارده جدا اللي دائما ما تكون تحت الصفر شغل كاين شتهم يعوموا في الجليد عادي نورمال
هاي شتها تاني في روسيا كريم، والبيبي كيفاش شافدو يرموه في الجليد ولا يغطسوا ويعوموا نورمال. احنا انا نعرف الناس كانوا يجوا من كندا، وكندا معروف عليها تاني البرد الشديد، يعني 20 تحت الصفر ايتو. كي يجوا هنايا يكون عندنا احنا 10 6 8، يعني احنا 10 8 بنقولوا بين 6 و10 درجات مئويه، شغل عندنا البرد يعني برد شديد. كولغو الفيستا لي كابوش. هما كيجيو من كندا هاد الناس، يعني فين كنت نشوفهم يلبسوا دي ميمونش ويتمشاو وهكا فرحانين بالجو، يقول لك الجو عندكم فور، لانه في الشتاء عندهم يعني مستحيل بزاف، عندهم كندا برد ايه تالمو والفين البرد، دونك البرد تاعنا يبان لهم سخانه. ولما يجي عندهم سخانه بزاف نيفين، باش يكون في علمك انه يصير عندهم بزاف وفيات. ليش كندا جاب لي ربي ما عندهاش درجه هكا عاليه في السخانه ايتو كريم نو؟ كيفاش كندا؟ ما يلحقوش كيما حنا 30 سي يلحقوا يلحقوا عندهم موريال، موريال وموريال مونتريال ولا موريال كيما نقولوا مقاطعه كيبيك جايه فيها موريال. هاد المقاطعه جايه قريبه يعني للبحر وقريبه لامريكا من جهه نيويورك. يعني هذيك المنطقه في الصيف نورمال توصل 30 اقصى درجه 28 29، يعني ما تفوتش 30 فوالا، ما يلحقوش كيما حنا 35 37. لا هما في بيريود صغيره برك، في بيريود صغيره برك تجيهم سخانه، ولكن هما هذيك السخانه ماشي موالفينها، يعني لانه العام كامل الفتره الطويله كاع اللي فيها الحراره غير قصيره، والفتره الكبيره اللي هي فيها البرد وتحت يعني تحت الصفر. الوغ نزيد نعطيكم معلومه اخرى في الجغرافيا، تعرفوا يعني برج ايفل؟ بيان سور لا تور ايفل. اوكي، تتطلب انشاء برج ايفل عمل يعني 300 عامل مده عامين وشهرين وخمسه ايام، وذلك في الفتره الممتده من 1887 الى 1889، باستخدام اكثر من 18000 قطعه معدنيه و 2.5 مليون مسمار و 40 طن من الطلاء. شغل كيما نقولوا، انا علاش جبت هذه المعلومه؟ هي معلومه يعني سياحيه او ميم طون داخله في الجغرافيا، ولكن على بالك كاع هذاك الحديد يقولوا داوها من الجزائر، يقولوا من ايفي ما انا سمعتها يقولوا بلي داوها من الجزائر، يقولوا بلي داو من المليانه المغارات مليانه ومن يعني سكيكدا على ما اظن داو الحديد وبناو به لا تور ايفل. اش كنت امني هذا ال نعمل وين؟ ايه لانه على انت ما تامنش بها؟ لا مش نو، باينه باللي فرنسا ماشي غير دات الحديد. انا باغي انا ماشي ما نامنش، انا راني حاب زعما الفكره تاعي. لا لا شوفي، الفكره تاعي انه يعني فرنسا بزاف ناس نشوفهم يقول لك دات الحديد وبناو به لا تور ايفل، ومنا فرنسا دات اغلى من الحديد. ثم الحديد ماشي غير تديه تديه نورمال الحديد حاجه عاديه من الحديد، بدات الذهب بدات الالماس بدات الفضه بدات بزاف يعني. هذه هي حتى لسنا على جال الخيرات اللي كانت في بلادنا والمرجان تاعنا اللي كان طامعه فيه تو كريم، مالي احتلتنا باسكو هكا برك ولا هذيك اسباب غير مباشره تاعنا ندخلوا في دفتر التاريخ. صح هاي تاريخ وجغرافيا. لا جغرافيا كما في الجغرافيا. اسكو تاع كم يبلغ مساحه نو صح معليش نسهلها لك، كرة أرضية شحال المساحة تاعها؟ كم تبلغ مساحة الكرة الأرضية؟ جامي هكا تجيك في راسك تقول إيه احنا الجزائر 2 مليون متر مربع كيلومتر مربع يعني وشوية زيادة، مانيش عاقل على يعني المساحة بالضبط، ولكن مساحة على الكرة الأرضية شحال؟ بزاف أكيد بزاف أكيد. عدد كبير على بالي، كبير بزاف 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 يعني العدد. يعني ارقام شوف راهو 510 مليون كيلومتر مربع. 510 مليون كيلومتر مربع. على بالك واش معناتها 510 مليون كيلومتر، وحنا يعني احنا الجزائر هي اكثر من 2 مليون. تسمى النسبة تاع الجزائر شحال؟ سخت من مخك دوك نقعد نحسب، خلينا نمشي على كالكيلاتر. حسبوها انتم اللي راكم حسبوها انتم اللي راكم تفرجوا فينا الان. نزيد نعطيكم معلومة أخرى. أعطينا. أوكي المعلومة. واش تقول المعلومة؟ تمتلك مياه الخليج العربي أعلى. نعم تمتلك مياه الخليج العربي أعلى درجة حرارة مياه في العالم.
شتي الخليج العربي البحر الاحمر والبحر تاع الخليج يعني هو يعني درجه الحراره تاعو هو الحاميه كاع في يعني في البحار اللي كاينه في المحيطات اللي كاينه في الارض على مدار العام. سي بور سا هما نيفين لو كان تروحي الان تروحي الان تقدري تعومي عادي عباك بها ولا ما عباكش بها كيما شرم الشيخ تاع مصر نعرفوها. شرم الشيخ تطلع على البحر البحر الخارج يعني جاي في يعني نشوفوا باللي حتى في فصل الشتاء الناس تقدر تعوم وتقدر عادي تروح كانها في الصيف. مليحه باينه راح يعوموا اللي يحبوا. احنا دوك هنا في البرد نهضروا كاين على بالك شحال كاين ديجا بوبولاسيون في لا بلانيت كاع اه شحال كاين عدد السكان في البلانيت كامل. انا اللي نطرح الاسئله ولا اللي جبت الموضوع ما عندكش الحق نيفين انت تطرحي سؤال. معليش اي معلومه نمدوها للناس شحال كاين لا بوبولاسيون السكان في العالم راك تحوس عليها في معلومه لا 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 راني كيما نقولوا هذه خليها كاش نهار هذه ما على باليش. نو نو ما على باليش عال يعني على بالي بلي على بالك بها اكثر من 6 مليار ولكن على بالك بها قلتها لي هذاك النهار 7 مليار de population إيه. 7 مليار فيرغول 5 ولا 9 ودابخي العلماء اي تو شام يقولوا بلي في 2050 تلحق 10 مليار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الى ما جات كورونا واحده اخرى و بعيد الشر انا ما يقولوا العلماء كاين تلحق 10 مليار كما جاوك ديجا رانا 7 مليار خرجتي لي على التاريخ الجغرافي يعني لا خلاف الجغرافي في النمو الديموغرافي ايوا علاش نقراو هنا صح شوفي على بالك بلي الجزائر عندها بزاف براكين البراكين الخامده الخامده البراكين يعني غير ناشط على بالكم بلي كاين 540 بركان على سطح الارض ناشطه نشط داكو اه والعوام الاخيره شفنا بزاف براكين عاودت كيما نقولوا ولات ناشطه بزاف وين حتى كاين جزر هاجروها كامل بسبب البركان. وكاين مؤخرا في الصيف واحد البركان في بلاصه في الاسبان نسيت اسمها وين فاض هذا الصيف كريم. ايه على بالي نعم قلت لك الاعوام الاخيره شغل كان نشاط البراكين كان كبير بزاف ماشي كيما الاعوام القليله اللي فاتت. صح نروحوا الى مازال نقعدوا في التاريخ نقعدوا في الجغرافيا. دوله جنوب افريقيا شحال عندها من عاصمه؟ ما تشوفيش وين راني نشوف. دوله جنوب افريقيا عندها ثلاث عواصم كي تنقلي بصح طلع شويه هكا باش نعرف وين راك شوفي الدور. عندهم بريتوريا وهي العاصمه الاداريه وعندهم كيب تاون اللي رحنا لعبنا فيها 2014 ل 2010 كيب تاون وهي العاصمه التشريعيه بلومونفونتين وهي العاصمه القضائيه. ما فهمتش حنايا عندنا غير عاصمه واحده اكزاكتومون كيفاش هاد العواصم اللي عندهم عاصمه قضائيه وعاصمه تشريعيه اه وزيد قلت عندهم جوج ولا ثلاثه عندهم ثلاثه وعاصمه جوهانسبورغ صبري عم يقولوا لي ماشي عاصمه كي رحنا لعبنا فيها جوهانسبورغ اوكي لعبنا في مدينه سياحيه نو لعبنا في كيب تاون ولعبنا في جوهانسبورغ تلفتوها لي اوكي تخيلي عندهم ثلاث عواصم هما بزاف كاين بزاف بلدان نيفي كيما امريكا عندهم العاصمه عندهم العاصمه واشنطن العاصمه السياسيه وعندهم العاصمه الاقتصاديه نيويورك. شغل احنا لو كان مش عارف احنا في الجزائر ما نظنش عندنا عاصمه اقتصاديه اللي كاين هي العاصمه الاقتصاديه العاصمه والعاصمه السياسيه هي العاصمه والعاصمه التشريعيه هي العاصمه والعاصمه كيف يقولوا القضائيه هي العاصمه دونك هي مليحه كي يعني يوزعوا يعني المهام تاع اللي تجي في العاصمه في عواصم اخرى باش المدن تزدهر اكثر. اوكي نروحوا الى كاين قبل ما تروحوا الى مشاهدينا الكرام انا نسنا في اتصالاتكم دائما اتصلوا بنا على رقم الظهر اسفل الشاشه ولا نذكركم به 0 23 70 93 64 رانا هنا نسنا في اتصالاتكم طيله هاد السويعه. يلا عليك بلا كان اتصال ماذا بينا اليوم بروفيتيو ماكسيموم كريم بيان سور. يلا عندنا اتصال من البليده استقبله يلا الو مساء الخير. الو مساء النور خير مين كم ياح وش رايكي؟ الحمد لله بس عليكم توحشتكم بزاف. لا احنا توحشناك يا العميرة وش رايكي؟ الحمد لله لاباس صح ما متعيطينها في البداية يا مريم. يعني نعيط لكم انا
نحكمكم الحمد لله دركا ما نحكمتكم. عيطينا في البداية غير في البداية هكا عيطينا. قلت لك ما حكمتناش. معليش باش احنا مادا بينا كيما نقولوا انت الأولى اللي نحكموك باش يطلع. إن شاء الله. واش راكي واش راهي ماماك؟ الحمد لله لاباس. لا فامي كامل بخير. الله غير بخير الحمد لله. كنتي تقراي؟ باينة. وعقب باش خرجتي؟ أه؟ خرجتي وراكي تشوفي فينا؟ أه؟ خرجتي من القرايه وراكي قاعده تشوفي فينا؟ لا خرجت على 12. ايه ما قراتش عشيه نيفين. معليش كيما على باليش. صح انا ريمان قولي لي تفرجتي الحلقه تاع البارح؟ الحلقه تاع البارح؟ واه. اه ما تفرجتهاش كنت عندي سويعه. سويعه؟ تعرف كاين سويعه واحده اخرى. اه؟ وش السويعه اللي عندك؟ قلت لك الحلقه تاع البارح تفرجتيها؟ ايه قلت لك كنت عندي سويعه. وش السويعه اللي عندك واحده اخرى؟ تاع فرنسي. ايه ليكو سويعه تاع فرنسي صحه. ما جبت لي لها اسم باسكو شغل حنا نقول لكم ليكو. فوالا قولي لنا ليكو خير هكا باش نعاودو نتكلمو. صح على بالك نريما البارح ريدت لهم درس تاعكم للناس للتلاميذ. ايه كي كنت رايحه سمعت درت لنا تاع حفاظه كيف يحفظوا. يعطيك الصحه. شفت شويه برك شغل تاع قلت لنا نديروا الريحه وما تتكسلوش. ما تتكسلوش. وكنتي انت واش الحاجه اللي ديريها كنتي كي تحافظي ديريها باينه بلي تتكسلي وتقعدي تحافظي. اي هاو. اي هاو. صح بصح نعطيك نصيحه انا ريمان كي تكوني تحافظي ما تتكسليش باسكو الذاكره تاعك ما تكونش تخدم مليح وما راحش تتخزن لك المعلومات مليح. اني ذاك هكا ما تخزنيش. ايه باسكو تتكسل شغل كي يكون نتبع مع الاستاذه في الليغو شغل نعاود نتفكرها. صح ايه شوفي المهم عاودي تفرجي الحلقه مليح وفهمي وديري بالنصائح اللي مديتهم خاطرش يعاونوك بزاف على الاختبارات مقلاب. ايه في 20 مارس حتى 24. يعطيك الصحه. اما لا باش كي تولي تحفظي الدروس تاعك سي تفهميهم ومن بعد حفظيهم وقعدي في كرسي وما تتكسليش وهكا باش كيما نقولوا وحكمي الدروس اللي حفظتيهم عاودي كتبيهم وديري وقولي مع اختك ولا ماماك يطرحوا لك اسئله وانت تجاوبي هكذاك تدي يديروا لي التمارين. فوالا الالوان سورتو نرمي الالوان بازع الالوان ثاني باسكو عندهم رابط للعقل دائما. فوالا ليسونسيال روحي عاودي تفرجي الحلقه تاع البارح باش تفيدك بزاف. سلمي على ماماك سلمي على ماماك يقدر ما كيتقول لك سلمي عليها يبلغ ان شاء الله. اي هاو اي هاي تقول لك اختي كريم قالت لي قولي لكريم وباكوري كثر تاع كيفاش نحفظوا نكثر. خلاص ان شاء الله مازال شوفي غدوه راه عندي موضوع واحد اخر على الرياضيات وعلى العلوم على المواد العلميه. انا هادو شاطره فيهم. الله يبارك فيك. صح اما لا حسبتيش على النسبه تاع الجزائر من المساحه تاع الارض؟ يا ربي ما غير نسيتها عطيناها في السنه الخامسه. ايه راحت لها. معليش شكرا نرمي نعطيك الصحه. شكرا شكرا على ناس البليده ان شاء الله. يبلا شكرا يبلا باي باي. سلامة سلامة دعمتي سلمي عليها بزاف يسلمك. كريم انا البارح كي دخلت للدار مع ماما قالت لي تسمى سينا كاع لي ميثود مازال غير الروايح اللي ما حطيتهمش على حمزه باش يحفظ. قالت لي مازال غير الروايح ما سيدهاش. قالت لي بازلت لي هذيك لا تكنيك نزيد نسييها له وخلاص. لا لا شوفي هي دي فوا لازم تفهم الطفل ثاني يقدر يدير كاع التجارب وما يحفظش. لا احنا نحفظ خلاص. نو جو دير يقدر يكون عنده بالك يكون مش عارف يكون خاصه وقت تاع لعب ولا يكون خاصه حاجه هكاك اللي تحفزوا كيف الحافز لازم الاولياء يعرفوا يحفزوا ولادهم. حمزه اعطي له الكاهي وقولي راح يتكسل ويقعد يحفظ هكاك وانت ويحفظ. مليحه مليحه ربي ان شاء الله ينجحوا وان شاء الله هي كما يقولوا يجيب علامات مليحه في الاختبارات ان شاء الله. صح نزيد لك معلومه اخرى حول الماء. مد لنا معلومات حول الماء كريم. اوكي 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 على بالي باللي الماء العذب الماء هو يعني كيما نقولوا عنده اكثر من 70% من الكره الارضيه يعني اكثر من اليابسه. اوكي تخيلي الكميه الكبيره تاع هذا الماء وتاع المحيطات وتاع الماء اللي كاين في الكره الارضيه النسبه تاع الماء العذب فيه شحال؟ شحال تخيلي انت شحال كانت؟ 3%. كاع الماء اللي كاين في الكره الارضيه النسبة تاع الماء العذب اللي صالح للشرب اللي هو 3%.
ماكنتش نعرفها معلومه قليل بزاف باش تعرفوا باللي الماء مارغري كاين البحور البحار كاين بزاف يعني الموارد المائيه، ولكن يعني الماء العذب 3% برك من هذا كاع هذا الماء هذا اللي راكم تشوفوا فيه. دونك على بها الناس لازم تحافظ على الماء، لازم تحافظ على الموارد المائيه، لازم ما تبذرش، خاصه الماء العذب. كاين بزاف راني نشوفهم في الاونه الاخيره يقولوا باللي ايه رانا نصفوا الماء من البحر ورانا نورمال، يروح للبحر نعاودوا نصفوه وبعد يروح للبحر بعد نعاودوا نصفوه، تما ما راش يبذر في الماء. ولكن لا، الماء باش يصفوا البحر تاع الماء راهم يوتيليزيو بطاقه كبيره، وشغل كما نقولوا لازم علينا نحافظوا على الموارد المائيه خاصه الماء العذب. هذه هي. شكرا كريم. هاي روحي بدينا الموضوع تاعك نيفين. انا الموضوع تاعي عن النسيان كريم. النسيان؟ وي. كل واحد عنده بروبليم في الدنيا هذه، يقول ننسى بزاف ولا حطيت هذه الحاجه هنايا ونسيتها. درنا خطره وصح معليش. ما نديروش. يلا يلا كملي. انا قاعد نكمل الجغرافيا تاعك. لا 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 كملي كملي يلا كملي. والله شوفي انا عندي بروبليم ننسى بصح ماشي بزاف يعني، كانت عندي من الان صعبه. كيفاش عالجتها؟ عطينا يعني رايك. وليت نركز اكثر، وليت شغل شفت باللي هذا مشكل لازم نحيه وصاي، وليت نركز اكثر. بصح كاين بارفوا بين تكون خارج مزروب تحط هذه الحاجه هنا وانت تجري، كي تجي خارج تعاود تولي تنسى باللي حطيت هذيك الحاجه هنا. ماشي بس تاع لا لا بصح هذه حاله طبيعيه عند كاع جميع الناس، خاصه لما تكون مزروب هكا وتخرج تنسى حاجه. اكزاكتومون، نقولوا ديما وليت ننسى راحت لي من عقلي نسيتها كاع شحال من خطره هذه. وكل واحد كيفاش يقول هذه الحاجه كريم. وكاين اللي هذا الشيء يقلقوا، علاش راني ننسى؟ واش كاين؟ علاش نسيتها؟ ايتو وكم ننسى يعني هي دائره طبيعيه وصحيه تخلي دم الراس يصفي الاحداث والوقائع والمعلومات والافكار. اوكي. ويخزن واش راهو حاب ويرمي القديم. يعني العقل كما قال كريم البارح عندنا الذاكره قصيره المدى وطويله المدى كريم. يعني العقل كل مره واش يخبي واش يشفى ولا واش يصفي، سورتو انسان اللي في وسط لابريسيون وخدام بزاف. وكاين الناس يعني كان هادو هكا بالدرجه تاع كيما نهضروا يقول لك النسيان نعمه. باسكو تنسى واش جوات تنسى، مي كاين اللي النسيان تسبب له قلق وازعاج، علاش راني ننسى؟ سيرتو الا كان انسان موسوس ويخاف المرض كما كنا نهضوا على الظاهره هذه تاع الرقم 13. هو او ينسى بالك وين حط هذا الستيلو، هي حاجه طبيعيه كريم انه نساها. كاين اللي على جال هذيك يولي يروح ويداوي. هي كاين ثلاث اسباب اللي ممكن دير هذا المشكل. الحاجه الاولى تنسى كي دماغك ما يديرش الوقت الكافي باش يستوعب كاش فكره وينساها بالخف. مثلا دوك انا زعما لو كان نعطيك نيميرو انيميرو على ضربه هكا جو نيميرو تاعي داك النيميرو تاعي نقول لك هكا غابيت 05 هيا صح كريم هيا اوكي ومن بعد ومن بعد على خير. دوك انا مديته لك غابيدمون وانت بالك ما كنتش مكونسونطري معايا وعقلك ما كانش يستوعب واش انا نقول لك. كي نجيك ابخي ساعه نقول لك كريم علاش ما حيتليش؟ قلت بصح علاش ما نقول لك كريم ما ديته لك انا نسيت وما على باليش انايا واش ما ديتي لي. علاش هذيك الاكسيون؟ علاش يقول لك كي تقول حاجه لبنادم وتحكيها له احكيها له بالعقل وقولها له بالعقل باش العقل يستوعبها ويكون مكونسونطري معاك. لازم نكونسونطري. كل واحد البروسيسور تاع عقله، كاين اللي خفيف كاين اللي كاين اللي ثقيل. اكزاكتومون. زعما دوك انا حنعطيك ان نيميرو انا كريم وقول لي ومن بعد كي نكمل نسقسيك على شافي عليها. يلا فازي. 1990 اسمع ما انا نصعبها لك 81 95 81 95 واه خلاص السلام عليكم. تنسى كي دماغك يستقبل ثاني السبب الثاني، تنسى كي دماغك يستقبل بزاف افكار في نفس الوقت. يعني انا دوك كيما كريم كي تكون خدام انت وندير لك بليزيوغ فوا هادي تكون لاتي تخدم في حاجه هاكا عندك حاجه واحده اخرى ثاني قدامك راك دير فيها وانا زيد نجي نعطيك معلومه واحده اخرى نقول لك كريم انا يعني تاكل عليك على هذا درها لي. اوكي. وما نعاود نقول لك كريم ما فلتليش الشغل تاعي ولا نقعد نعاود له فيها بليزيوغ فوا ونقسم اسمع مثلا نبغي نحفظك قلت لك النيميرو ايتو نعاودو لك مازال. اوكي صح. مازال ما تعاودهوليش قلت لك خليه في راسك. انا في راسي صح ونبقى نعاود لك فيه اكثر من مره ونقسمه لاجزاء باش يجي ساهل في الحيط. بصح في نفس الوقت اللي يكون حفظ لك زعما في النيميرو تاعي نقولو ليكزومبل الاول تكون انت تتفرج في لا تيلي ولا راك خدام في البيسي تاعك هاك لاتي ماكش سمع فيه واش راني نقول لك. واه
كيما داك النهار كنت خدام وانا نهضر معك نهضر معك نهضر معك نهضر معك ما كنتش لاتي بيا واش كنت نقول لك. ومن بعد نجي لك ثاني نقول لك كريم وهذيك اللي شاليوسيتك عليه درته ولا ما درتوش؟ انا كنت لاتي مع خدمتي ما على باليش كاع انا واش كنت تقولي واش كنت ديري. دونك المغزى اون كونكلوزيون تاع السوج تاع السبب الاول والسبب الثاني. السبب الاول انه جامي تمد معلومه ولا حاجه لشخص غابيدمون ومن بعد عاود تولي لا تقولوا عاود فكرني بها ولا عطيني واش قلت لك. السبب الثاني ما تبقاش تنسيستي فيه ولا اذا شفتو مشغول يدير في اي حاجه ما تروحش ليه بيرتوربي له راسو. صحيح بيرتوربي له راسو ولا تقولو تعطي له شغل ولا تقولو انا تاكل عليك باش تفري لي هاد الحاجه. نعاود نكمل وكاين يقول لك اللي تغيض عمرك قلت لك وينفعل خاطرش يقول كيفاش شحال وانا يعني نشفى وشحال وانا نحط في هذه الحاجه هنا كيفاش نسيتها ايتو وما عقلتش. وهذا مشكل ثاني صرا لدري صغار كيكونوا يحفظوا قدام لي ميكي اكزومبل. دوك انا زعما طفل صغير وحاكم ان كايي وراه يحفظ وان فاس ليه راه ميكي ومن بعد انا راني مخليته زعما زوج سوايع تعاود تولي ليه الام تاعو تقول له خليتك زوج سوايع تحفظ علاش ما حفظتش؟ زوج سوايع انت شاد الكايي وما حفظتش وتعيط عليه زي با صافا داك الشيء علت له ميكي اون فاس بينه ملي ما عادش يحفظ لك كريم راهو لا تيب حاجه واحده اخرى امبوسيبل راح راح تفكر تنسى ثاني تصرا حاجه واحده اخرى ثاني تنسى كي تحب تفكر كاش حاجه وتحس بها خلاص انا راح تخرج راح تخرج على ثاني حتخرج. في هذه الحاله تكون حاب تفكرها وتشبه لصوالح بزاف والذاكره تاعك تجبد لك كلش في هذيك اللحظه غير هذاك شغلك حاب تفكره غير الكلمه هذيك. وهذه على تحس بروحك دايخ ومراك حاير. وهذه الحاله تصرى عند الكبار في السن ثاني كريم اللي كاين بزاف اللي نشوفوهم يكبروا ويتقلقوا وينفعلوا وعلاش راني نساويتو ولادهم ثاني يقلقوهم راني نساويتو هي حاجه نورمال كريم. وكاين بزاف اللي يبداو يقول لك سي ديبي دايزايمر ايتو بارفوا سي با ديبي دايزايمر سي مع السن المخ يعني صرالو انكماش وتموت الخلايا تاع المخ دونك على بها يبداو ينساو صافي با دير عندهم ان ديبي دايزايمر ولا ان تروك. اعطيني الرقم اللي فكرتك اللي قلته لك 81 95. الله يبارك عندك ذاك ذاكره ما شاء الله ما تخافش عليك. نو باسكو كي قلتي لي ما تنساش ما كي قلت لك ما تنساش لو كان قلت لك برك وخليتك ما تفكرش. فوالا 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 دونك كيما قلت لك كريم كاين بزاف اللي خلاص عندنا الوقت نبيل نشكروا الناس اللي تبعتنا اليوم وان شاء الله كنا خفاف ظراف عليكم. خليني بين زميلتي تخدم ان شاء الله كنا خفاف عليكم. تفكرت والله غير عندي ديديكاس كبير 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 ليانيس محمد ولد خويا اللي لانيفيرسير تاعه كانت بالجمعه وان شاء الله نتمنى. انا جايب لك كادو كين جاني جايب لك كادو صايب هو يقول لي نميم كين جاني جايب لك كادو يلا ربي يحفظه لكم ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا دوزنا سويعه خفيفه ظريفه وعجبوكم مواضيعنا ومعلوماتنا نهار اليوم. نتلاقاو غدوه ان شاء الله نفس العدد نفس القناه. باي باي الى اللقاء.